السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة. قبل ما نبدأ في الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم، أود يعني أن أعلق تعليقا على هذا الإبداع ديال العياشة الذي قاموا به، يعني بعد أن أعلن محمد السادس على أنه القضية الفلسطينية أو القدس لا تهمه والأولوية عنده هي التطبيع مع إسرائيل. فهذه الحقيقة ما تقبلوهاش بزاف ديال العياشة وبزاف ديال أزلام النظام وأتباعه، يعني فعوض أن يتقبلوا الحقيقة أن محمد السادس يعني قام بخيانة كبرى، فهما استمروا وبغاو أنهم يعيشوا في الوهم وقاموا بصناعة صورة لمحمد السادس. جابوا المسجد الأقصى داروه في الخلفية، جابوا التصويرة ديال محمد السادس حطوها قدام المسجد الأقصى، داروا له واحد الكوفية لبسوها له، وخا هو عمره ما لبس الكوفية اللي كيقولوا أنها رمز الكفاح ورمز كذا كذا، لا هو وخا خائن العياشة مسكن باغين يشوفوه مكافح، ولو افتراضيا خلونا نلبسوك ديك الكوفية ونديروا المسجد من الأقصى من موراك ونكتبوا لك من تحت القدس في أعيننا، ونستمروا نتوهموا ونوهموا راسنا أن القدس في أعينك وأنك أنت هو أمير ولا رئيس لجنة القدس وأنت هو أمير المؤمنين وحامي الحمى، بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك. فهذا هو المشكل ديال العياشة، هو أنهم كيبغيو يكذبوا على رأسهم ويتيقوا، يعني يخافون من مواجهة الحقيقة وبزاف ديال الحقائق ديال محمد السادس. النفسية ديالهم الضعيفة لا تتقبل أن تتعامل مع هذه الحقيقة، فيفضلون أن يغرسوا رؤوسهم داخل الرمال. لا علينا من هذا الشيء، كان مجرد تعليق اليوم. وعلى غير العادة الرد سيكون على بعض ذيول المخزن المختبئين في أكشاك العهر السياسي، لا يخرجون إلا بأوامر النظام المغربي كي يتم استعمالهم في تطبيع العامة. هؤلاء ما هم إلا الواقي الذي يستعمله النظام لاغتصاب الشعب، ومن الأدوات التي يستعملها النظام هي ميسى سلام الناجي التي لا تكاد تخرج في قضية مفصلية إلا وتسلحت باش بفستانها الأحمر وأحمر شفاهها الفاقع وطلاء أظافرها الأشد احمرارا لتعطينا درسا أحمرا في سياسة حمراء، وكلما زادت أهمية القضية كلما زاد الاحمرار. ميسى التي تقلبت بين أسرة جميع التيارات ولبست جميع الأقنعة السياسية اليوم تحاضر عن الشرف. نعم سيدي، أولا ميسى بدأت حديثها عن التطبيع مع الصهاينة بتسمية التطبيع والخيانة عملية سلام. الدكتور تقول لك عملية سلام عملية سلام عملية سلام، ما قدرتش تقول تطبيع. وهذا المصطلح ديال السلام حتى النظام المغربي حتى المخزن حتى بوريطة لم يجرؤوا على تسمية التطبيع سلاما، وقالوا لنا راها عملية استئناف علاقات. فالوحيد الذي يسمي التطبيع سلاما هو الجانب الصهيوني، فتشابه الكلمات بين ميسى وبين الجانب الصهيوني، تشابه الكلمات المستعملة إما يدل على أن الموساد هو اللي كيكتب لك النص الذي تقرأينه علينا، أو أنت صهيونية أكثر من الصهاينة، لأن كل ما قلته لا يصب إلا في مصلحة الكيان ويدافع أو يبرر موقف محمد السادس. أنت التي قلت أنك تنتقدين محمد السادس بجرأة. ملي كنجيو نشوفوا هذا الانتقاد ديالك كنسمعوا ليك تلقاوك تقولين الملك بغى يتخلى على بعض الصلاحيات ديالو والأحزاب هما اللي لاصقين فيه. ففي الفيديو الأخير قلتي أن الشعب هو اللي ما فهمش القصد ديال الملك، زعما حنا عندنا القرون وانت اللي ما فهمتيش القصد ديال الشعب، في حين ان اللي تيقول بحال هاد الهضره هو اللي كيطبل لمحمد السادس وهو اللي كيخون الشعب المغربي قبل الفلسطيني. وشكون اللي غادي يحل علينا ملي نوصلوا اللي صد عليكم هنا؟ هو اللي انت واحد المنتقدة ديال الملك اللي اختارك اصلا النظام، اختارك المخزن لممارسة المعارضة على قد القياس ديالهم على المقاس ليتم استعمالك عندما يتأجج الوضع وعندما يتأجج غضب الشعب لامتصاص هذا الغضب وباش يصدروا في المشهد يعني للمغاربة
واحد المعارضة ويتوهم الشعب أنكم تدافعون عنه، يعني تشدوا بنادم تبقاو عليه بالديبخشي الديبخشي وتعاودوا تدوروه تدوروه وكتلوحوه قدام خيار واحد هو أن الملك هو الضامن للاستقرار، يعني كما درتي في الفيديو الأخير الذي قمت بافتتاحه بالهجوم على الإعلاميين الذين وصفوا ما أقدم عليه محمد السادس بالخيانة، وقلت أن معتز مطر يلعب بعاطفة الشعوب وهو خارج بلده يتنعم في تركيا، وقلت أن الدكتور عطوان ينتقد المغرب وهو يتنعم في بريطانيا، في حين يعني بهكذا عبارات أنت من يلعب على العاطفة وأنت تتنعمين بلعاب المخزن وبريعه، يعني تدلسين على المتابعين. أولا معتز مطر لم يخرج من مصر باحثا عن النعيم، بل خرج منها مضطهدا هاربا لأن فيها نظاما لا يقل إجراما عن إجرام محمد السادس. معتز مطر وأي معارض يعني آخر كيف ما كان النوع دياله يتكلم من خارج بلده فهو يؤدي ثمن كلمة الحق التي بسببها تم اعتقال أهله الذين ليس لهم لا ناقة ولا جمل، ورغم ذلك لم يخضع يعني لهذا الضغوط وبقى مستمر في الموقف دياله. إذن فلا تقارني نفسك به لأنه لا مجال للمقارنة بين من يقاوم الاغتصاب ومن يختار معاشرة النظام المغتصب طواعية بل ويتجمل له في كل ليلة. ميسا، بغيت نعرف هل تحاولين أن تقنع الأمة بأنه عليها أن ترفض الاغتصاب، وذلك ماشي بالاعتراض على الاغتصاب ومحاربته، ولكن طريقة رفض الاغتصاب هي عندك انتيا معاشرة الأنظمة طواعية؟ هذا هو الملخص ديال الكلام ديالك. قلتي أن رفض التطبيع ماشي عقلاني، وأننا عندما نرفض التطبيع فإننا نساهم في استمرار إسرائيل في عدوانها، يعني كتقولي لنا ما تعصبوش لنا المغتصب عن طريق المقاومة، اتركوه يفعل ما يشاء، هذا هو كلامك. ومن بين كذبك البواح هو أنك قلت أن ما أقدم عليه محمد السادس يخدم حل الدولتين. بغيت نعرف منين كتجيبي هذه الهضره هذه، من أين لك بهذا الكلام، من أين لك بهذا الكذب الأقرع اللي ما عندش دول دين مشعر؟ بلاغ الديوان الملكي قريناه منشور في جميع الصحف، كلام ترامب على التغريدة قريناه وسمعناه، لا كلام عن حل دولتين ولا كلام عن فلسطين ولا كلام عن قدس ولا مفاوضات ولا تشي زفتة. ترامب كان صريحا واضحا، الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل، ولا وجود لمفاوضات انت كتحدثي عليها، ما كاينش مفاوضات، ما كاينش مفاوضات لصالح الفلسطينيين. يعني هل تظنين أن جميع من يشاهدك ينبهر باللون الأحمر؟ احنا كنعرفوا كل ما يقال والمعنى ديال كل كلمه تقال، ونعي بانك ماشي انتيا اللي دافعينك يعني، ورغم ذلك غادي نقولوا انك تحاولين زرع الوهن في نفوس المغاربه وتقنعيهم اننا اذا طبعنا مع اسرائيل ستقوم بالتوقف عن القصف والزحف على الاراضي الفلسطينيه، وهذا بهتان عظيم وكلام فقط يستعمل للتنويم. علاش ما تقوليش للمتابعين أن مباشرة بعد الإعلان عن التطبيع مع الصهاينة احتفلت جماعات الهيكل التي من بين الأهداف اللي عندها هي هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. هذه الجماعات نظمت مسيرة ليلية إلى المسجد الأقصى تحت حماية الجيش والشرطة، ولولا وجود مرابطين داخل المسجد الأقصى لقاموا بالاقتحام وإشعال الشمعدان داخل المسجد. وبعد التطبيع مباشرة تم جرف العديد من الأشجار ديال الزيتون وتخريب الأراضي الزراعية، وكانت هناك حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. إذن هذاك الشيء اللي كتقوليه كذوب،
أين هو السلام الذي تدعين أن التطبيع سيأتي به؟ فمباشرة بعد التطبيع غير ما زادوا فيه. يعني فهمتي يا صاحبة الرداء الأحمر، أيها الغشاء، أيتها الغشاء المطاطي بما تنفع المقاومة؟ فهذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم تفرشون الورود للمحتل ونحن لا نقبل لا بمفاوضات ولا نقاشات مع قوم عقيدتهم هي إنشاء دولة عظمى تحكم العالم من النيل إلى الفرات فوق أرض ليست أرضهم. يعني احتلال، يعني وما أخر هذا الحلم ديال إسرائيل الذي يحلمون به إلا المقاومة ورفض المجتمع الدولي لهذا الكيان. يعني وحتى هذا الجبروت الذي ترونه اليوم ديال إسرائيل هو الذي جعل الكثير من المنافقين كيف كنقولوا احنا بالدارجة يختاروا الجهة الربحة ويميلون إلى التطبيع وهم يعلمون الحق أين هو. يعني كل ما نراه اليوم هو وعد الله، وكلما كثر المنافقون واشتد الأمر علينا فنحن نوقن بأن الفرج قريب. فما نعيشه اليوم كيخلي الكثير من المسلمين يصابون بالإحباط بالوهن الهزيمة النفسية، ولكن المسلم الذي يبحث في دينه جيدا، أنا هنا لا أتكلم لا على عالم ولا شيخ ولا طالب علم، أنا أتكلم عن أي واحد مسلم، يعني مسلم عادي إذا كان يبحث في دينه غادي يعرف باللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا بأنه سيأتي علينا زمان تتكالب علينا فيه الأمم، وهذا ما نراه اليوم بأم أعيننا. اللي ما القدب فين يمسح رجليه تيجي يمسحهم في المسلمين. فالرسول عندما سئل إن أمن قلة نحن حينئذ يا رسول الله، قال لهم بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. وقال لنا سينطق الرويبضة، وقال لنا دعاة على أبواب جهنم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم عفوا من أجابهم إليها ألقوه فيها. وقال لنا أيضا أنه سيأتي زمان يمسي الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يعني الإنسان إذا كان يطالع على الدين دياله هذه الأشياء لا تشكل له صدمة، قد تشكل حسرة ألما لكن لا تشكل له صدمة، بل تؤكد له أنه على الحق ويلزم أن يتشبث به أكثر فأكثر، لأن كل ما وعد الله ورسوله سبحان الله اليوم يتحقق أمام أعيننا وكنشوفوه قدام عينينا، لكن الغفلة هي اللي كتخلي بنادم يعطي لهذا الشيء تفسيرات أخرى. لذلك فصاحبة الرداء الأحمر التي تقتات على مآسي الفلسطينيين وتبيع الوهم للمسلمين يجب أن تعلم أن النظام جندها، وهذا السبب اللي كيخلينا نشوفوها يعني ما عندهاش موقف ثابت، مرة ليبرالية بصور شبه عارية، مرة الحجاب الشرعي والتيار الإسلامي، مرة مع حزب الأصالة، مرة مع الاشتراكيين. يعني إنسانة ليست لها مبادئ وتتلون يعني كل يوم بلون، يعني فكيف لكم أن تصدقوها؟ يعني الشيء الوحيد الذي يجعل لها العديد من المتتبعين هو اللون الأحمر لا غير، ولا خير دليل على هذا هو أن جل المتتبعين هم من الرجال المتحرشين، ولكن التحرش ديال المثقفين له طعم آخر بالنسبة لها وكتدوزوا بشغيمة ديال الماء. ولذلك فاش كتنزل تقرأ التعليق اللي عندها في الصفحة ديالها تجدها أغلبها غزل في غزل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم، السلام عليكم. سيستان كلمة تحشومة عيب وعار، ما عنده شي في القاموس، حسبنا غير تي كلوشار تبان ملو ناموس، سرحنا قاموس كي حكنا كامون، زرع في طريقنا كامين